برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، وهذا الحوار اللي بنتكلم فيه عن الإرهاب وخطورته على المجتمع الدولي من منظور ديني، ما هو دور الدين في مواجهة الإرهاب؟ بالتأكيد تصريحات شيخ الأزهر تحديدا يوم 26 أكتوبر الماضي اللي حذر فيها من خطورة الإرهاب على العالم أجمع، وأنه سوف يطول أو يطال الشعوب والدول كلها في العالم إذا لم ينتبه المجتمع الدولي لخطورته، كان عنده بعد نظر، لأن بعدها بأيام قليلة وقعت هجمات باريس الدموية لأعلن تنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم داعش مسؤوليته عن هذه الهجمات، بل وحذر كمان عدد من الدول الأوروبية من أنه سيواصل ضرباته الإرهابية أو هجماته الإرهابية في هذه الدول. كل ده جذب الأنظار إلى دور الدين، أهمية المراجعة الفكرية للمتطرفين في العالم كله، وخصوصا ما يصدر من أفكار متطرفة من تنظيم داعش. بالتأكيد الأزهر باعتباره أحد أهم المؤسسات الدينية الإسلامية في العالم كله، إن لم يكن هو أكبر هذه المؤسسات وأهمها على الإطلاق، قال أنه على استعداد أنه يرسل شيوخ وعلماء معتدلين إلى أوروبا لمواجهة الأفكار المتطرفة، على استعداد أنه يقوم بتدريب العلماء والأئمة ومسؤولي الخطاب الديني في هذه الدول. بالتأكيد الأزهر له مسؤولية كبيرة جدا في هذا الإطار، وده اللي هنتكلم فيه في هذا الحوار مع ضيفنا الدكتور سعد عبد الدايم، وهو أحد علماء الأزهر الشريف. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا. نشوف تقرير عن موضوعنا وبعده نرجع تاني لضيفنا ونبدأ في حوارنا حول هذا الموضوع. من أجل مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، أكد علماء الأزهر الشريف على وسطية واعتدال الدين الإسلامي واهتمامه بالنفس البشرية وتحريم قتلها بغير حق ورفضه كل أشكال الإرهاب. كما أكد العلماء أن مهمة الدعاة تبصير الناس بدينهم والتمسك به، وليس تكفيرهم أو إطلاق الأحكام عليهم أو تنفيذ الأوامر، وأن الأصل في النفس هي حمايتها من القتل، بجانب توضيح أن الإسلام يرفض العنف والإرهاب. وفي هذا الإطار يؤكد البعض على دور الأزهر وعلمائه في مواجهة الفكر المتطرف والتخلص منه بعد أن تزايدت حدته وانتشر خطره، والذي أضحى يهدد الأمن العالمي وأصبح يشكل خطرا حقيقيا على شعوب العالم بأسره. وعلى نفس المنوال يشدد آخرون على ضرورة العمل لنشر صحيح الدين بمنهجه المعتدل الذي يجسده الأزهر الشريف منذ ما يربو على 1000 عام، ويطالب البعض بضرورة عمل مراجعة للمناهج الدراسية لطلاب الأزهر وتنقيتها. ويرى العلماء أن تنظيم القوافل والندوات الدينية سيسهم في تحصين الأفراد بالفهم الحقيقي للدين الحنيف ونشر الثقافة الشرعية السلمية، وتعد تلك الخطوة هامة في إطار سعي مؤسسة الأزهر الشريف لنشر الفكر الوسطي الصحيح ومحاربة الأفكار المتطرفة التي شوهت صورة المسلمين لدى الغرب. ويؤكد الأزهر الشريف على حرمة الدماء وعلى منهج الإسلام في الحفاظ عليها ومواجهة التطرف الديني، مع دعوة جميع أبناء المجتمع إلى نبذ العنف ونشر الأمن والسلام في ربوع المجتمع. أهلا بحضراتكم مرة تانية، وبنبدأ حوارنا مع ضيفنا علماء الأزهر الشريف. دكتور سعد، بالتأكيد ما حدث في باريس وما صدر من تنظيم الدولة الإسلامية داعش من تصريحات وما يروج من أفكار متطرفة الحقيقة في الساحة يلقي بظلاله على الدعوة الإسلامية وعلى صورة الإسلام لدى الغرب ولدى غير المسلمين. كيف أثرت إذن هذه الأفكار المتطرفة على صورة الإسلام في الفترة الأخيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بتحميده يستفتح كل كتاب، وبذكره يصدر كل خطاب، وبفضله يتنعم أهل النعيم في دار الثواب. سبحانه ورب الأرباب ومسبب الأسباب والفاتح لما أغلق من الأبواب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حضرتك كما تفضلت يا أستاذ أحمد بدأت الحوار وقلت إن مولانا شيخ الأزهر حفظه الله أشار إلى ذلك قبل ذلك، قبل ذلك الحادث أشار فضيلة الإمام وقال بأن الإرهاب سينال ليس فقط المنطقة العربية، وإنما سيقفز إلى خارج هذه المنطقة في المنطقة الأوروبية.
وحذر من هذا الأمر. لماذا؟ لأنه يعلم ويعلم جميع الإسلاميين أن هذه الأفكار المتطرفة لن تقف عند حد واحد، وإن كانت هذه الأفكار تحاول أن تسيء إلى الإسلام إلا أنهم لا يمثلون الإسلام بأي وسيلة من الوسائل، بل إن الإسلام بريء منهم. وفي مؤتمر في حوالي أقل من سنة، منذ عدة أشهر، اجتمع الأزهر الشريف واستضاف المؤسسات الدينية على مستوى العالم، وخرجوا بعدة نقاط. هذه النقاط جمعت المفاهيم التي أدت بهؤلاء إلى التطرف وإلى التعصب وهذا التشدد البغيض، فعلموا أن هؤلاء يفعلون ذلك بحجية الحاكمية، بحجية أنهم يريدون التمكين، بحجية أنهم يريدون الخلافة، بحجية الجاهلية، أننا في عصر جاهلية وأننا كذا، بحجية أنهم يريدون أن يطبقوا شرع الله عز وجل، ويستندون في ذلك إلى أدلة واهية. هذه الحالة التي وصلوا إليها إنما وصلوا إليها من خلال الجهل. ولذلك ينصح الأزهر، وطالما تحدث مشايخنا الأجلاء عن أهمية العلم، أن يتعلم الناس، وأنه لن ينال العلم إلا إذا صار على مبادئ معينة. مش أي واحد بمجرد أن يجلس أو يستمع إلى برنامج ديني صار متعلما. فآفة هؤلاء وما أوصلهم إليها الزحمد سببه يدور في دائرة واحدة تسمى الجهل. نعم. طيب، دور الأزهر باعتباره أكبر مؤسسة دينية إسلامية في العالم كله، ما هو يعني ما ينبغي فعله من جانب دعاة الأزهر، علماء الأزهر، خطباء الأزهر والمشايخ أيضا لمواجهة هذا الجهل الذي يعني تتحدث عنه؟ نعم، دور الأزهر حضرتك يكمن في أنه ينبغي أن يشتد ساعد الدعاة، وأن يقفوا وينزلوا في المجتمع، يحاولوا أن يأخذوا بأيدي الشباب، خاصة الأئمة والخطباء. يعني التواصل مع الشارع؟ التواصل مع الشارع خاصة من الأئمة والخطباء. نعم. يعني ممكن العالم الكبير صاحب الفتاوى يعني لا يستطيع أن يصل إلى الناس، لكن دخول الناس في المساجد من خلال خطبة الجمعة ومن خلال اللي ما يتابعه من المجلات الأزهرية التي تعتمد على المنهج الوسطي، ونشر هذا المنهج الوسطي بين الناس من خلال المسجد، إنما هو يعالج القضية معالجة كبرى. هذا أمر. الأمر الآخر أنه ينبغي للأزهر أن يسيطر على جميع، إن لم يسيطر بيده فيكون مشرفا، يشرف على جميع المؤسسات الدينية التي تتحدث في الدين، فإذا ما أشرف وصار بالمنهج الوسطي الذي من خلاله يستطيع أن يبين صحيح الدين، استطاع أن يصل الناس إلى الفكرة السليمة. نعم. طيب، ماذا عن يعني دور الأزهر في مراقبة ما يصدر من فتاوى أو أفكار متطرفة لدى الغرب؟ يعني بالتأكيد بعد هجمات باريس سمعنا أن عدد من الدول الأوروبية ابتدوا أن هم يغلقوا بعض المساجد بدعوى أنها مساجد متطرفة. نعم. لماذا هذه المساجد بعيدة عن الأزهر؟ يعني هل هو تقصير من جانب الأزهر، أم أنه عدم تعاون ما بين الأزهر وبين يعني الخطباء الدينيين في هذه الدول؟ هو حضرتك إن شاء الله يعني ما علمته أن الأزهر سيقوم بإرسال وفودا أزهرية إلى مثل هذه المساجد لأن يسيطر عليها حتى ينتشر المنهج الوسطي في جميع أركان وفي جميع المؤسسات الدينية حتى خارج البلاد. حضرتك تعلم أنه يأتي إلى الأزهر من جميع البلاد، من جميع أنحاء العالم كله. نعم. يأتون إلى الأزهر يتعلمون فيه من شرق آسيا ومن أمريكا ومن هنا ومن هنا، يأتون إلى الأزهر يتعلمون هنا، فإذا ما تعلموا هنا ذهبوا فأناروا بلادهم هناك.
لكن يعني لماذا لا يوجد العكس، انه الازهر هو اللي يذهب ايضا الى هذه المناطق يعني لكي يكتمل ايضا دوره وتكتمل رسالته؟ هو حضرتك ده في 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 في, في الخطه الموضوعه في الازهر الشريف انهم سيرسلون كذلك كما ذكرت لحضرتك وفدات او بعثات ازهريه للسيطره. نعم. ويكون تحت اشراف المنهج الازهري. طيب ما يتعلق ايضا باساءة فهم وتفسير بعض الايات بعض الاحاديث، يعني الناس ايضا بتتحدث عن ضرورة تنقيض كتب التراث. نعم. من بعض التفسيرات الخاطئة لمفهوم الجهاد والتعامل مع غير المسلمين وغيرها، يعني ما هو دور الازهر ايضا في هذا الامر؟ هو حضرتك هذه الفرق اعتمدت اعتماد كلي على آية. نعم. يكفرون بها المجتمع، يقولون يقول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فينظرون إلى المجتمع أنه لا يحكم بما أراد الله، وينظر إلى المجتمع إلى أنه مخالف للشريعة الإسلامية، إذن فالمجتمع على وجهة نظره كافر. فإذا كافر استحل دمه، فيأتي بهذا التدين. وكما قلت لحضرتك السبب في ذلك الجهل، هو لم يعلم معنى الكفر هنا. نعم. سيدنا عبد الله بن عباس وابن شبرمة وغير ذلك من الأئمة قالوا بأن الكافر هنا كفر دون كفر. وهناك من قال بأن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون لم تنزل في المسلمين، وإنما نزلت في الكفار، أي أنه سبحانه وتعالى يتحدث عن الكفار بأنهم لا يحكمون بما أنزل الله، وليس من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هو الكافر. نعم. ثم بعد ذلك يظن هذا الشخص أنه إذا كفر، وهو لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. إن كان كما قال وإلا ردت عليه. ويعتقد كذلك أن معنى الكفر المخرج من الملة في هذه الآية. طب ماذا يقول في قوله تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار؟ هل الكفار هنا يا أستاذ أحمد معناها الكافر المخرج من الملة؟ الكفار هنا معناها الزراع. نعم. الذين يسترون، أو الكفر معناه اللغة الستر، فيستر البذرة في الأرض فيظن أنه إيه؟ أنه بمعناه اللغة. ولذلك الخليفة المأمون جاء إليه أحد هؤلاء الخوارج الذين يكفرون المجتمع، ثم بعد ذلك قال له ما حملك على خلافنا؟ إيه السبب يعني أنت بتخالفنا؟ فقال له آية في كتاب الله. فقال له أي آية؟ إيه الآية اللي بتخليك يعني تكفرنا كده؟ قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال من قال لك بأنها قرآن؟ من اللي قال لك إن الآية دي قرآن يعني؟ ما الذي أوصل إليك أنها قرآن؟ قال إجماع الأمة على أنها من القرآن. طب إزاي؟ يعني إجماع الأمة من لدن من أيام سيدنا محمد إلى الآن إلى أنها قرآن، ثم بعد ذلك تكفر من جاء بعد الخلافة الراشدة وما إلى ذلك بأنه لا يحكم بما أنزل الله، فكيف تكفر تقبل منهم القرآن وهم كفار وصلوا إليك القرآن؟ نعم. فيقولوا فإذا كنت، فيقول له كده، فإذا كنت قد قبلت منهم الإجماع في التنزيل فاقبل منهم الإجماع في التأويل. إيه التأويل بتاعهم؟ قالوا إن التأويل هذا كفر دون كفر. فجهله بالعلم وجهله حتى بالمقاصد التي من أجلها خلق، أن خلق الله سبحانه وتعالى خلقه ليعمر لا ليدمر، خلقه سبحانه وتعالى لينشر في الأرض الرحمة لا لينشر الغلظة، فظن وخرج وحاد وبعد عن المنهج الذي أراده الله عز وجل، فلم يفهم المقاصد من الشريعة التي تدعو إلى حفظ في بداية الأمر حفظ النفس، ثم بعد ذلك حفظ العقل، ثم بعد ذلك حفظ الدين والترتيب. حضرتك يا زحمة العلماء اللي قالوا كده ما قالوهوش اعتباطي، ما قالوش كده اي كلام، ده قالوا حفظ النفس ثم بعد ذلك حفظ العقل، ليه الترتيب ده؟ وبعدين قالوا حفظ الدين، ليه الدين؟ يقول لك طب حفظ الدين الاول، لا قال لك حفظ النفس. نعم. لان لو فقدت النفس مش هقدر افعل، تبعد الافعال، وحفظ العقل، فاذا زال العقل زال التكليف. ثم بعد ذلك حفظ الدين، فلن أستطيع أن أذهب إلى الدين إلا بعد الحفظ للنفس وإلا بعد الحفظ للإيه؟ للعقل، ثم بعد ذلك حفظ النسل، ثم بعد ذلك حفظ المال. فلم يفهم مقاصد الشريعة فعمد إلى جاره، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من كده. نعم. حذرنا قال إيه؟ قال إن أخوف ما أخاف عليكم، أكتر حاجة خايفة عليكم، رجل قرأ القرآن
حتى إذا ظهرت عليه بهجته ما قالش يا أستاذ أحمد أنا خايف عليك من واحد بلطجي، أنا مش خايف عليك من واحد بيشرب المسكرات أو المخدرات. قال رجل قرأ القرآن حتى إذا ظهرت عليه بهجته، وبدأ كده يعني يقول لك ده ما شاء الله ده بيقرأ القرآن وجميل. عمد إلى جاره بسيفه وقال له أشركت. نفس اللي بيحصل دلوقتي. تمام. فقال له أشركت، فقالوا يا رسول الله أيهما أولى بها؟ من اللي أولى بالشرك؟ الرامي أم المرمي؟ قال بل الرامي. فإحنا لما النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق له عندما يقول ذلك نقول إيه؟ صدق رسول الله، لأن بنبص الواقع يلتقى موجود، فهذا هو الواقع الذي نعيشه. ثم بعد ذلك نجد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسم لنا هذا الواقع الذي نعيشه ويحذرنا منه، ويقول صلى الله عليه وسلم ويكثر الهرج. قيل وما الهرج يا رسول الله؟ قال الكذب والقتل. فالصحابة استغربوا، قالوا أكثر مما نقتل الآن، يعني من حربنا للكفار وبيحصل معارك وبيتقتل مننا قد كده؟ فقال ليس بقتلكم الكفار، وإنما يقتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل أخاه ويقتل جاره ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. شوف يا أحمد نفس الواقع. نعم. يبتقى بدعوى نصرة الدين وبدعوى الإسلام وبدعوى 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 يذهب فيقتل. يعني طب زي ما رسول تحدث عن هذه المشكلة اللي احنا فيها دلوقتي، لم يتحدث عن كيفية مواجهتها مثلا من ضمن السير أو الأحاديث النبوية؟ فيما أخرجه الإمام البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، اعتزل هذه الفرق ولو أن أتاك الموت وأنت تعض على جذع شجرة. اعتزل كل دول وسيب دول، ولكن تمسك بإيه؟ تمسك بجماعة المسلمين. هو حضرتك هو لم يفهم أن الله سبحانه وتعالى يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. لو يعلم هذه الآية علم يقين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤتي الملك، وكما علمنا مشايخنا في قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم، يحصل إيه؟ ليستخلفنهم في الأرض. فهو يظن أن بفعله أنه هو الذي يستخلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما تجريش عليها. لا مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعطي الإمارة لمن طلبها؟ فهم يطلبونها، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع. طيب إيه 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 اللي يحصل بقى؟ إيه اللي يحصل للعلاج؟ قال ويكثر الجهل. فلو الناس اتعلمت والناس عرفت دينها مظبوط خلاص، يبقى هذه الظاهرة ستنتهي. لكن إيه اللي بيخلي الولد الشاب الصغير يروح للناس دي؟ جهل، عدم اعتباره وعدم فهمه لصحيح الدين. أن الدين جاء بالرحمة. طيب هل الحل يعني أن احنا بنترك هؤلاء الصبية الصغار يعني يذهبون إلى من يستغلهم؟ يعني خصوصا أن داعش لديها خطط وبالفعل بتقوم بذلك، باستغلال الأطفال في عملية الإرهاب في التجسس وغيره. لماذا لا يكون هناك دور للأزهر في المناطق الفقيرة، في القرى، في المناطق العشوائية، في أقصى الصعيد، في يعني أي منطقة بيتواجد فيها شبح الفقر والجهل، حتى يأخذ بأيدي هؤلاء الصغار ويحصنهم قبل أن يذهبوا إلى من يستغلهم ضد الدين وضد الآخرين؟ نعم. هو حركة أستاذ أحمد منهج الأزهر منهج إيه؟ منهج تعليمي. نعم. فإذا لا يملك إلا أن يعلم الناس، هذا هو ما يريد أن يوضح. في التعليم الأزهري تقصد؟ لا مش لازم في التعليم الأزهري. أنا علمت وخرجت رجل داعية، هذا الداعية منوط أمام الله وسيسأل أمام الله أنه ينبغي عليه أن يصل إلى هؤلاء الناس. قال ليه حضرتك ركزت على المساجد؟ مفيش منطقة في مصر إلا والمنطقة اللي فيها مسجد واثنين وثلاثة. فإذا لو الراجل إمام أو الداعية اتقى الله عز وجل في وظيفته وعلم أن هؤلاء أنه سيسأل عن هؤلاء الشباب وأنه كل راع مسؤول عن رعيته، ينبغي عليه أن يعلم. أنا مش هقدر أواجه إلا بالفكر، وهذه أعظم حرب. حرب السلاح من الممكن أن تولد ما يسمى بالمظلومية. نعم. أنا لو راجل شرطة مثلا ومسكت واحد والأخ دوت إرهابي،
ابنه بقى يقول لك طب انا عاوز اخد بحق والدي. يعني اذا التصدي بالفكر هو اهم الاسلحه في مواجهه الارهاب باعتبار ان هو بيصدر عن فكر متطرف ايضا. نعم. طيب هل ده بيتطلب فقط وجود المساجد ولا ممكن انشاء مراكز ايضا تابعه للازهر بجانب المساجد؟ يعني لان الحقيقه المساجد يمكن عملها بيقتصر على فترة الصلاة الخمس صلوات في اليوم. تمام. وبتغلق يعني بعد الصلاة ومش كل الناس بتروح الحياة تصلي يعني. فهل ممكن يكون في هناك مثلا منارات ثقافية دعوية قوافل في هذه المناطق باستمرار للتواصل مع الشارع؟ هو حضرتك حل هذه المشكلة يكمن في أمرين، حل داخلي وحل خارجي. الحل الداخلي من حلوله المساجد، وطالما تعالت أصوات أن تنشأ قناة يشرف عليها الأزهر الشريف. نعم. يعني قبل 30 ستة كان في قنوات كتير تدعو إلى التطرف والإرهاب. كان في قنوات التي تدعو إلى المنهج الوسطي. لا يوجد، وإن وجدت لا تشاهد. ليه؟ لأنها يعني في خضم من الضجيج الإعلامي المتطرف الذي كان موجود. المفروض الوقت الأرض خصبة لأن يتحرك مشايخنا في الأزهر أصحاب الرأي في أن ينشئوا قناة أزهرية تعبر عن المجتمع كله. سمعنا عن إنشاء هذه القناة وتم الإعداد لها بالفعل، لكن الحقيقة بعد كده للأسف طوارت أنباء هذه القناة ولم تخرج إلى أرض الواقع. يعني بالتأكيد الإعلام ليه دور أيضا بجانب التواصل مع رجل الشارع، الإعلام أيضا له دور. لكن برأيك يعني ما يتعلق بالأنباء اللي ترددت عن اعتزام الأزهر إنشاء مركز تعليمي بفرنسا، كيف يمكن إمداد هذا المركز بالعلماء المعتدلين؟ ما هو الدور المنوط به لمثل هذا المركز ليس فقط في فرنسا لكن في أوروبا بشكل عام؟ نعم، هو حضرتك ديت فكرة طرحت. نعم. وإن شاء الله يعني أرى أنها ستنفذ، خاصة بعد هذه الحملة التي فعلت ضد الإسلام من أبناء الإسلام، وأن الأزهر ينبغي عليه في هذه الحال أن يشتد سعله وينبغي أن يقف في مواجهة هذه الأفكار. لكن في ملاحظة أستاذ أحمد، أنه ينبغي للأزهر أن يعلم أن هذه البعثات التي تذهب إلى الخارج مهم جدا 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 أن يدرس وأن يكون دارسا لمثل هذه القضايا الشائكة التي أدت، يعني مش مسألة بس أن أنا أكلمه في صلاة وفي صوم وفي زكاة وفي حج بس، لا ده أنا محتاج أن أنا أعلمه يا ابني أصول الحكم، محتاج أن أنا أعلمه يا ابني أصول المبادئ الأساسية من الرحمة، محتاج أن أنا أعلمه أنه مسائل التي وضعها المشككين في الدين، فيذهب إلى هناك وهو كامل الأسلحة في الأسلحة الفكرية وليست الأسلحة التي من خلالها يطلقها في وجه، لا الأسلحة الفكرية التي من خلالها يستطيع أن يقف في مواجهة المشككين حتى وإن كان في الخارج، المتعصبين الذين ينتموا إلى الدين أو المتعصبين الذين يحاربوا الدين من خارج أبناء هذا الدين. طيب هل هذا المركز التعليمي حيكون دوره نشر رسالة الإسلام إلى من يريد بشكل اختياري ولا حيكون أشبه بالمؤسسات التعليمية الأزهرية هنا في القاهرة، يعني اللي هو التعليم الأزهري منذ الصغر والحصول على شهادة أزهرية في النهاية؟ هو حضرتك لسه أصلا يعني لم تكتمل الإطار الذي من خلاله. نعم. ولكن في الغالب سيكون من خلال مؤسسات دينية بإرسال الناس لتعليمهم أمور الدين على شاكلة المؤسسات الدينية التي في الخارج. ولكن يختلف أن المنهج هو المنهج الأزهري الوسطي البعيد عن التعصب. نعم. بنشكرك الدكتور سعد عبد الدايم أحد علماء الأزهر الشريف، ونتمنى فعلا الأزهر يقوم بدوره في مواجهة الإرهاب والأفكار المتطرفة وأيضا حتى من يهاجموه من يعني بعض علماء الدين اللي هم خارج مؤسسة الأزهر ويشككوا في دوره. شكرا لحضرتك ومشاهدينا، فاصل قصير وبعده نستكمل معكم فقرات هذا الصباح.